أنني أحصل على مساعدة مالية من الشؤون فيما تسمى بالشونة، هل يصح الحج أو العمرة أو حتى الصدقة من هذه الشونة؟ نعم، إذا أخذت شيئا من المستحقات التي تصرف لك من الحكومة وأخذته وأنت من أهله، فلا بأس أن تتصرفي فيه بحج أو صدقة أو أكل أو غير ذلك، لأن هذا مما أباح الله. أما إذا أخذته بغير حق، أن تكون غير من ينطبق عليه النظام الأخذ، هذا أمر لا يجوز لك أخذه ولا يجوز لك الحج منه ولا التصدق منه، لأنه أخذ بغير حق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.